السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. وصفتنا اليوم فرود الفروج مع الحمص والرز. نبدأ طريقة التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة الأولى، ننقع الفروج بالماء والخل والليمون والملح، ننقعه لمدة نص ساعة تقريبا. نضع ملعقتين من الخل ونعصر نصف ليمونة ونضعها مع الماء، ونضع ملعقتين من الملح، نترك لمدة ربع ساعة أو نص ساعة. نرفع طنجرة على النار ونضع قليل من الزيت مع قطع من البصل والثوم، ونشوح الفروج بهذا الشكل. الفروج لونه أبيض، وتخلصنا من الزنفة وبقايا الدم بفضل الخل والليمون والملح. نضيف الحمص يكون مسلوق مسبقا، ونضيف أعواد القرنفل والفلفل والزنجفيل، تكون البهارات كلها خشنة، ونضيف ملعقة من الملح بهذا الشكل. أما إذا أضفنا البهارات تكون ناعمة، تتغير لون المرقة ويصبح لونها غامق. نزيل الزنخة من سطح الطنجرة بالشكل، نضيف قطع من البطاطا، المرقة بتصير عندنا سميكة، ريحة الفروج طيبة كثير ما فيها زنخة. حطينا على الزنجفيل والقرنفل وعواد القرفة بالشكل. المرحلة الأخيرة لما يستوي الفروج نضيف الكركم. إذا ضفناه بالبداية يفقد فائدته، أما بالمرحلة الأخيرة نحتفظ بالفوائد ونستفيد منها، وإن شاء الله تعجبكم الوصفة ويعجبكم الفيديو. نضع ملعقة من الكركم ونحله بالماء ونضيفه إلى طنجرة الفروج بهذا الشكل في المرحلة الأخيرة. وصفتنا جاهزة، وصحة وألف عافية. نطفي النار، نقدم مع هاي الوصفة الرز، أو نضع قطع من الخبز بهذا الشكل بالمنسف، ونسكب المرقة على الخبز بهذا الشكل، نسقيه. أكلة مشهورين بها أهل دير الزور، أكلة طيبة كثير. ونضع جنب الثرود الخاثر بالثوم، ندق الثوم ونضعه بالخاثر أو اللبن بهذا الشكل. نضيف الرز على الخبز، ونضيف الحمص وقطع الفروج والبصل
بتمنى تعجبكم الوصفة ويعجبكم الفيديو، وبصحة وألف عافية. ما تنسونا من اللايك والاشتراك يلي يشوفنا لأول مرة. وفي معلومة مفيدة، إضافة أعواد القرفة والقرنفل والزنجبيل تزيل الزنخة وما تعطي لون غامق للمرقة. كل المواد اللي ضفناها ناشفة. أترككم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.